وبالعودة إلى الشأن المحلي، احترقت مركبة لتوزيع اسطوانات الغاز نتيجة انفجار 6 اسطوانات كانت على متنها في منطقة صويلح بعمان، مما أدى إلى إصابة مرافق السائق. وقالت مصادر الدفاع المدني إن الحريق أدى إلى وقوع أضرار مادية تمثلت في حرق منزل وسيارتين وتحطم زجاج أحدى البنايات القريبة من الانفجار. في التفاصيل، تسبب خلل في صمام إحدى اسطوانات الغاز بانفجارها، مما أدى إلى انفجار اسطوانات أخرى واشتعالها. وفي محاولة لإيقاف المركبة من قبل السائق، قام بالاصطدام بأحد المنازل. هم نازلين الشباب سايق السيارة وابن عمي الثاني كانوا نازلين فيها ولعت معهم، وبعدين صفته، نزل واحد من السيارة والثاني انحرق وهو بيطفي فيها. صار اللي صار، انفجر 6 اسطوانات فيها، 6 انفجار، 15 اسطوانة انتفاخ، وفي كم واحد يظل فيهم غاز. ولحقوا الدفاع المدني وكملوا الاطفاء. اللي صار فيه حروق بسيطة في ايديه وبوجهه، حالته يعني تقول جيدة.